طب احنا خدنا راي البنات، حد احنا معانا بقى راي ولد. الله نشوف بقى هو مع الموضوع ده ولا ضد. انبسطت قوي يا محمد، ازيك؟ الله يسلمك، ازي حضرتك؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ تمام والله الحمد لله، كل سنه وانت طيبين. وانت طيب. بص بقى يا محمد، احنا بنتكلم على فكره انه البنت لو عندها فرصه ان هي تسيب الشغل بالنسبه لها يعني دي حاجه كويسه، ولا هي تفضل او تفضل ان هي تفضل تشتغل على طول عشان تحقق ذاتها وعشان برضو الجانب المادي، انت مع الموضوع ده ولا ضده؟ بصي انا مع موضوع شغل البنات عموما، يعني انا بفضل البنت تشتغل، بس في حاجه واحده بس، في حاجه واحده بس ممكن تضايقني في الموضوع. اشتغلوا عشان نخلص منكم. عشان ايه يا محمد؟ ممكن في حاجه واحده بس ممكن تضايقني في الموضوع، ان مثلا شغلها يعطل عن بيتها، انا مثلا ما عنديش تقبل فكره انها تتعطل عن بيتها بسبب الشغل، لان الصراحه برضو يعني ما ينفعش يعني حاجه ما تجيش على حساب البيت يعني اولادنا، وفي مثلا احنا مثلا بنخطط لمستقبلنا، ويعني على مثلا يبقى عندها كارير وشغل خاص بيها وكده، وانا عندي شغل خاص بيها وكده، بس في نفس الوقت لازم نهتم ببيتنا، يعني الحياه تبقى متكامله من جميع الاطراف، نحاول نوازن. هي دي الفكره، لازم نكون موازنين لكل حاجه لكل الجوانب كده. طب عايز اسالك سؤال يا محمد، معلش. هو بطل. فكره ان ممكن مراتك تشتغل عشان تساعدك في يعني في الناحيه الماديه، مصاريف الولاد او مصاريف البيت، انت تحب ان هي تشتغل عشان تساعدك من الناحيه الماديه ولا لا؟ من يعني بارادتها مش طلب منك، انت فهمت سؤال نوران؟ علشان ايه لو في واحده في حياتك في احيانا فكر قبل ما تجاوب. طبعا بارادتها، عشان لو انت مرتبط احنا مالناش دعوه. لا لا طبعا، مثلا انا مثلا لو شايف مثلا ان حالتي الماديه مش كويسه مثلا وهي تقدر تساعدني، او بس ده مثلا انا ما اقدرش اجي عليها واخليها مثلا تشتغل وتتعب ويحصل عشان تساعدني، انما هي مثلا ده لو من نفسها وكتفكيرها مثلا ان هي عاوزه تساعدني انا مش همانع طبعا، يعني لان هي الحياه بتبقى متكامله، الحياه بين الطرفين لازم بيعلوا بمستقبلهم وبيخططوا لمستقبلهم، فمش عيب ابدا ان الست مثلا تساعد جوزها او تساعد شريك حياتها، حاجه مش ما تقلش منه او منها. طب اسالك سؤال بقى ثالث، معلش انا رخمه شويه معاك. ليه كده هتعملي؟ لا عايزه عشان انا بالنسبه لي محمد وجهه نظر بتمثل الرجاله عموما، فعايزه اسالك طيب لو فكره انه الشغل واخدها اكتر من انه مقصره في بيتها ومقصره معاك وان هي تهتم بالبيت والاولاد، بس الناحيه الماديه ان هي بتشتغل وبتساعدك او الموضوع مهم، يعني الموضوع مهم ان في ظروف صعبه، انت برضو هتأيد فكره ان هي بتشتغل ولا هتقولها لا يعني انت لازم تتفرغي للبيت والاولاد وتربيتهم؟ لا بصي انا لو شغلها مثلا هيأثر على تربيه اولادنا فلا، انا اتحمل الظروف الصعبه احسن من اهمل في تربيه اولادي مثلا وان اهمل في بيتي. لا طيب ما فيش اولاد. لسه ما خلفتش. لا ما فيش اولاد خلاص، ممكن اجي على نفسي عشانها، عشان مثلا هي مثلا نحسن من ظروفنا، مفيش مشكله. اهم حاجه ما تجيش على البيت، ده المهم بالنسبه لي. ما تجيش ولا انا برضو حتى انا ما بحبش الشغل يجي على بيتي، انا حتى مثلا احب اهتم ببيتي واحب اهتم بزوجتي واولادي، ما احبش تربيتهم تتاثر بسبب شغلي، دي حاجه تزعلني. شكرا يا محمد جدا.